أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. وهلا بقولكم مشاهدة ممتعة. إف وبعدين بقى هيك بدنا نقضي السهرة؟ ما في ولا فيلم نتفرج عليه؟ أوها بس لا حد يقلبه، هذا الفيلم مجنن كتير. ها لا حد يقلبه، والله شكل السهرة اليوم رح تصير غرام. مجودة اترك كل شيء من إيدك وقوم زيد جيب لنا بيبسي وبزر، اليوم السهرة رح تصير عامرة، هذا الفيلم فخامة. قوم لا ما بدي أنا مين بدأ بستنى هذا الفيلم يطلع؟ ما بدي، خلي عبادة ينزل جيب. قوم عبادة أنت انزل جيب، قوم أنت. عبادة وين حطيت الأغراض اللي أخذتها؟ يخرب بيتكم من حقكم، أنتوا لسه عم يركين؟ ولك لسه بيكي عم فرجوا وبتعرفوا الساعة صارت؟ ولك الساعة عشرة صارت. دي حاج بقى يا مو على سامو. ايه اتشو هذا يا غادة؟ لا شي ظريف وعم تتمالس وانت وياها كمان ولا؟ الله نحن هيك عم تتمالس امي. شوفي انتي داخلة علينا مثل عزرائيل على الساعة عشرة تقولي ساعة 3 الفجر يعني، واذا كان الساعة 10 ايش في يعني؟ اقلك ايش فيها؟ فيها كتير تقبرني، فيها كتير. وان كنت ناسي هفكرها، وان كنت ناسي هفكرك يا مو على مايسترو. اعطيني الايقاع. والله انت المسخره، قال على الصوره بضحك على الناس هو ضحكه. لم حالك وبروك عائل ابو بدر، لم حالك وبروك عائل احسن الي ولك. ما بكفي انت سبب هالمشاكل اللي صايره كلياتها؟ مشاكل؟ على وين تحكي لي عن حالك؟ داخل علينا مثل القضر مستعجل مثل البومه على فرد كلمه الساعة 10 ايه واذا كان الساعة 10 يعني ايش في؟ انتوا وعدينكم بشي يا اولاد؟ انا بالنسبة لي مالي واعد حدا بشي منوب، ولا انا وقفت علي؟ ولا انا كمان. طبعا ما رح تعرفوا. ليش انتوا فالحين غير بالتليفونات والبوبجو والفرج على التلفزيون؟ ليش انا ما قلت لكم؟ لا والله ما قلتي، يلعوا معلقك. لا، شلون انا ما بقول لكم؟ بس مو كأنه الامتحانات رجعت؟ شو هاد؟ لا، نحن ما اتفقنا على هيك، أمي ما اتفقنا على هيك، ليش الغدر إيش يعني أمي؟ خصت العطلة؟ بكره الصبح مدرسة؟ إي والله بدك ما تواخذنا أستاذ مجودة، إيش بدك تساوي؟ هي هيك الأيام الحلوة بتمرق بسرعة، ومن هون ورايح حيكون في قوانين جديدة تمشي عليهم العيلة كلياتها، يعني قوانين رح تطبق على الكبير قبل الصغير. ولا ايش رايك انت ابو عبادين؟ نعم، شلون لك؟ اسمعوا كلمة امكم يا ولاد، احكي حجي، احكي. ارحمنا يا شيخ، اول شيء التليفونات كلياتها رح تتصادر منكم وما رح ترجع كلها بعد الامتحانات، ثاني شيء زمن السهر خلصنا منه، خالصين، من هون ورايح الساعة 10 رح تكون قضية البيت كلياتها مطفية، يعني كحد أقصى الساعة 9 ونص نكون خالصين، وهلا صارت الساعة 10، يلا الكل على النوم، كلياتكم على غرفكم يلا، لأنه بكرة الصبح رح أفيقكم الساعة 6، يلا. 6 الصبح؟ ليش أمي 6 الصبح؟ بدنا ننزل نبيع سحلب يعني؟ الله على الهضامة يا يوم، شو قدك فرفوشة، شو قدك كوميدية، حسك ما بدي اسمعه. شكرا امي شكرا، بس انا كنت عم بتاكد على الوقت على السوا يعني، شكرا. وشغلة تانية كمان وكتير مهمة، التلفزيونات رح تنطفي، من هون رايح ما في تلفزيونات طاول، فهماني؟ ليش امي ليش؟ كان طالع الفيلم كتير حلو. اي والله امي عم اتفرج عليه، منخلصه ومننام، الله يوفقك، احكي لك كلمة ما بقى اشبك بينك، احكي لك شي كلمة. خلص ام عبدة، هما لا تركيهم كرمالي، الفيلم حلو وكانوا عم يستنوه من زمان، هلا بشوفوه بدخل على غرفته بناموا بسرعة، خلص عندي هالمرة. انت لا تتدخل بموضوع طاول ام عبدة، لانه ما بتعرفهم، الصبح ما بفيقوا على المدرسة غير شحط، وهي هلا التلفزيون رايحة اطفيه. ايش رايك؟ ما رح اقوم وما رح انام وبكره ما رح اروح المدرسة كمان، ها؟ وانا كمان تضامنا مع مجودة، تضامنا قلت لي، هلا شوف انتو يعني الكم الحق تعترضوا، بس انا كمان الي الحق انه ما اوافق، يلا لاشوف، كلياتكم قدامي على غرفكم، يلا. ليش؟ انا ما حكيت انتي بخلطة، انا الوحيدة ما حكيت ضربتيني لي، ضربيهم انا ليش ضربتيني لي؟ ايوه معناها انا صار لازم انام، لانه نعست كثير، تصبحوا على خير. وانا عم بقول لك كرش، استني خديني معك. ايوه هذا اللي بدي اياه، كلياتكم على غرفكم يلا. ولك يا فهمان، ما بتعرف متى اللي بقول ضرب كبير بخاف الصغير، شفتوا قدامك شلون خافوا ورقدوا مثل الفيران؟ وانت كمان على غرفتك يلا، الله يطعمكم اسمع صوت، يلا.
راحت راحت راحت. يخرب بيتك من حالك، قولك عزرائيل بذات نفسه بترعبي، يخرب بيتك على هالمنظر هاد. ايه يا حلوين لهالله اللي عم تشوف الفيديو، لا تنسوا ما تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، انه عن جد كتير 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 مهم، ولازم صار وقت نصل ل 300,000 فقال انه تأخرنا. كلياتكم اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى نصل على 300,000 بأسرع وقت، وانا خلوني اقوم اتفرج على انت حسين من زي الشباك لانه عم يستناني، بركي يا رب شي نهار بتجوزها وبخلص. اشتركوا اشتركوا انت حسينو جيتك. انتو عن جد بدكم تناموا هلا؟ انا ما بدي انام، واكيد انا كمان ما بدي انام، اصلا انا مو جايين النوم طاوز. بتعرفوا شغله؟ امشي نروح نطلع عليهم من غرفتهم، اذا كانوا نايمين نرجع نسهر، نتناوى من زي الباب بدون ما حسسهم. تعوا وراي تعوا. اوف لحاله نايم؟ وين عمي لكام؟ وين راحت؟ قولي كبسة دخل 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 لجوا دخل دخل. ما بعرف وين راحت، لازم تكون هون وين تروح يعني. امي بنت حلال بنت حلال، هلا كنت عم بدور عليكي لسا، عم بدور علي قلت لي يا الله على هالصدفة انه انا قدامي روح على غرفتك نام حاج بقى. وانا عم بقول هيك وانا عم بقول هيك، تصبحي على خير. إيه لا بقى إيه لا بقى، نحن بدنا بياكين هيك يعني. أنا عندي حل، طالما نحن ما نحسن ندخل على غرفتهم نسمع ونشوفهم إذا نايمين لا لا عشان ما يسمعوا الصوت، أنا قايمة طلع عليهم من هون وأقفل باب غرفتنا، بس قفلنا باب الغرفة ما حدا بدخل لعنا. طولوا بالكم خلينا طلع عليهم، ناموا ولا لسه؟ طولوا بالكم. ناموا ناموا، شغلوا الأغاني شغلوا شغلوا. منيح الصوت هي منيح الصوت هي ياه. ولك هالصوات طالعة من عنا، والله كنت عارفينها من عنا. ولك يخرب أبو عبادة أبو عبادة أبو عبادة، ولك فيش قد نومك كتير أبو عبادة. يا لطيف يا لطيف، مين مات مين مات؟ إيش فيه؟ اسمع اسمع هالصوت الأغاني طالع من غرفتهم، اسمع هدول ولادك قملن أنت وعيط عليهم، لأنه إذا قمت أنا حطربشهم تربش. ها قوم أنت، ولك يخرب بيتهم من حالهم، ولك يخرب بيتك على الأولاد اللي عندك. حدا هلا بشغل اغاني ولك صار نص الليل، الساعة 3 الفجر وبعدين معكم انتو؟ انا قلت لك ولادك بدهم تربي، بعدي لي هيك بقى فرجيهم بعدي هيك. ايش في؟ ابو عبادة ابو عبادة وين هلا ما اجى؟ ايش عم ساوي كل هاد؟ طمنك عني، هذا اللي جاي يضربون، هذا اللي جاي عيط علي هون، ايش عم بصير هون؟ اديله حجي اديله. يخرب بيتكم من حالكم، بدكم تناموا ولا لا بقى؟ فهموني. انا برايي ما اترككم مع امكم، لانه شكله بدي اياكم موضوع كثير مهم. انا بشوفكم بكره ان شاء الله، يلا تصبحوا على خير تصبحوا على خير. على غرفتك ابو بدر على غرفتك، وانا بكره بعرف شغلي معك بسيطه. وانتو ايش النهايه معكم؟ طولي بالك امي، انا بفهمك، نحن مانا متعودين ننام بكير، متعودين على طول نسهر لنص الليل، شو هلا بدنا ننام بكير فوران؟ ايه والله امي، بعدين امتحان بكره مانا مهم النوب يعني. انا بكره كمان ماني مشتهي اروح اعمل امتحان، الله يوفقك. ممتاز، لا بدكم تناموا ولا بدكم تروحوا، شلون بدنا نحلها هي بقى؟ لقطة لقطة، اسمعوا بقلكم،
تتذكروا لعبة الحبارة كنتوا عم تتفرجوا عليها وبخشتوا راسي فيها وانتوا عم تتفرجوا عليها؟ ايه شبه اسمعوا لك شلون بدنا نلعبها. عبادة وخدوج بتشطحوا على تخوتهم، مجودة بتشطح بالنص، كل هيكم بتكون تشطحوا وتغمضوا عيونكم. انا رح افتل لورا بعدين رح اطلع عليكم، اذا بقى حدا بيناتكم فتح عيونه رح اشحطه ويروح على المدرسة، واللي بتم مغمض لاخر واحد رح يفوز وما رح يروح على المدرسة. جاهزين؟ ممتاز امي انا جاهزة. ذهب انا حفظانة للعبة، ختمتها كلياتها اكيد رح افوز. انطلقوا كل واحد تخته يلا. ممتاز ناموا شقفت انا يلا. واحد اثنين ثلاثة. ايه لا 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 فتحين البركة فتحين بسيطة انا بفرجيكم يلا رح ارجع افتح بلش من اول ها يلا. واحد اثنين ثلاثة. اخ يا ولاد الصرماي انا بفرجيكم يلا. قولك مجودة جبت لك شيبس وبطاطا حطيت لك اياهم شنطايت المدرسة عشان بكره تاخذهم معك، حتى رفيقك حمودة كمان كان جايب منهم، ما بدك تقوم تشوفهم؟ شو؟ شيبس؟ اكيد اكيد اكيد. قولي امي ايش عم تعملي؟ لا 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 ما في شيء ما في شيء تقبلني، حدا قال لك تفتح عيونك شيء؟ حدا قال لك تطلع شيء؟ خسرت المدرسة عم استناك يلا. امي لا امي انت ضحكتي علي امي ضحكتي علي امي لا 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 غبي غبي حدا قال لك فتح عيونك حدا لا فتح عيونك انا شطار غبي ببقى مثلنا وهيدي خلصنا من اول لاعب راح ابلش ها يلا. واحد اثنين ثلاثة. اخ يا اولاد الكلاب انا بفرجيكم قولك ام كرش طبق بيتزا من الحجم العالي تركت لك اياه على البلاطه ما اكلتيه هلا مجود يروح بياكل لك اياه كلياته انا مالي علاقه عليه جبنه قشقوان زياده تصطف فينا قلت لك بيتزا قولي شطر ويلي يخرب بيتها ما اطيبها قولي ايش في امي ايش عم تعملي ما في شيء تقبريني ما في شيء جبتك بكرشك ولك اصلا هذا كرشك رح يجيبني هيدك اما داس عم تستناكي تقبريني يلا ما بدي اروح امي ما بدي اروح امي تحطيني كرباله تحطيني امي 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 اخ يا ام كرش اخ يا ام كرش ما حدا جاب نهايتك غير كرشك قلتك قلتك ما حدا رح يجيب نهايتك غير كرشك رح فتحت عيوني لحظة هلا بما انه مجودة خسر وخدوش خسرت ما بغي غير انا معناتها انا فزت خالصين قولي لحظة امي ايش عم تعملي؟ ايش في؟ ايش عم بعمل؟ ايش عم بعمل؟ انا قلت لك شي ربحت؟ ايه بس انا الاخير بس انا ما قلت لك ربحت وانت فتحت عيونك واللعبه كانت شغاله ايش بفهم منك يعني؟ يعني مع الاسف بدك ما تواخذنا جيم اوفر حظ سعيد المره القادمه يلا يا حيوان المدرسه عم استناك لا 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 امي هي اسمها غدها امي هي اسمها خيانه لا 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 امي لا 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 لا, لا, لا امي امي امي